تدخلوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو للفائدة حصرا، حفيدكم كتير بقصة صراحة هي ما كانت ببالي، بس لما شفت هذا التعليق انخلقت عندي الفكرة براسي. تعليق كتير لفتني وخلق لي هالفكرة براسي، انه هلأ نحن بوقت وقت مناسبات كتير، في عطلة ما بعرف قد ايه هلا عند اغلب البلدان، خلص امتحانات وعطلة نص السنة، فكتير عم بيصير مناسبات، وبنفس الوقت في عالم بدهم يبيضوا اسنانهم او بدهم تبيض الاسنان، بس بدهم اياه فوري، يعني بسرعة يبين الفرق بنفس اليوم بنص ساعة او بساعة. المنتج انبعث لي، بس عم بحكي عنها انا بإيراد. اول شيء عجبني فيها انه هي كتير راقية وغالية، سعرها شيء تقريبا 270 دولار اذا بتفوتوا على الموقع تشتروها عادي، ولكن لما الشركة تواصلوا معي طبعا انا بدي اطلب منهم كود تخفيض، فاعطوني شيء هائل، شيء يعني عن جد شيء هائل، لانه هن واثقين من المنتج اللي عندهم وبنفس الوقت حابين يعني يتعاملوا مع العالم العربي وهيك شيء، فاعطوني تخفيض. يعني هي العلبة اذا بدكم تشتروها ب 28 دولار اعطوني كود هلا بيكون على الشاشة وححطلكم اياه بصندوق الوصف، تشتروا هي المجموعة كلها ب 28 دولار تقريبا. هاي العلبة اول ما بتجي هيك بتفتحوه، بيطلع كيس بقلب الكيس هاد، بتفتحوا هذا الكيس بتلاقوا الخطوات كيف تحطوه كيف تركبوها، ب 30 دقيقة ببين عندكم الفرق. طبعا المونتاج، طبعا هذا المونتاج بتستخدموه يعني كثير قوالب للاسنان التحتانية وللاسنان الفوقانية اللي هن هدول القوالب شايفينهم، ما بعرف اذا مبينين عندكم هلا، شكلهم كمان هيك مريحين كثير. كل عليكم تاخذوا من هذا المونتاج وتحطوا على هذا القالب نقط هيك حد بعضها، وبعدين تدخلوها باسنانكم الفوقانية، نفس الشيء لاسنانكم التحتانية، وبعدين اول ما بيجيكم هذا الجهاز، انا هي المشكلة عانيت منه، انا فكرته مكسور للجهاز بس ما طلع مكسور، لا لازم تفتحوه وفي بتشيلوا البطارية وفي هيك مثل البلاستيكة صغيرة هيك تشيلوها مشان توصل البطارية تشتغل يعني، فبتحطوا البطارية مرة ثانية وبتسكروه. هي صارت لي ما بديها تصير معكم اذا اشتريتوا المنتج، مجرد ما تضغطوا هيك حي طلع اشعاع، حتضغطوا عليه فحتاخذوا هي القوالب اللي حطيتوا فيها اوريدي من الجل اللي موجود عندكم، وبتكونوا مفوتينها انتم بقلب يعني على اسنانكم الفوقانيه والتحتانيه، بعدها بتحطوا الجهاز فوقه، بتشغلوا الجهاز تدخلوه هيك تحطوه نص ساعة 30 دقيقة فقط، 30 دقيقة. اللي عجبني فيه انه فوري، خصوصا انا كثير بشرب قهوة، هي مشكلتي القهوة والشاي، فبحاول حافظ على اسناني قد ما في، فأنا أوقات بشتري شغلات، أوقات بيبعتوا لي منتج الشركات شغلات، فبحاول استخدمهم وأعرف شو المنيح، هي لو ما عجبتني ما حاول أوصيكم فيها، كثير عجبتني وكثير منيحة، إنه فورية بسرعة حتلاحظوا فرق، جربوها وحتلاحظوا فرق. هي الشغلة شاركتها معكم بصراحة بس لتفيدكم لتستفادوا منها، خصوصا بهالفترة مثل ما قلت لكم. هذا كان فيديو اليوم، إذا عجبكم فيديو اليوم وحسيتوا إنه استفدتوا منه وحبيتوا إنه شارك معكم هيك نصائح بتكون لحلول شغلات معينة بالحياة، حطوا لهذا الفيديو لايك، اكتبوا لي إذا عندكم أفكار تحت بالكومنت، لأنه أنا كثير يعني أغلب الأفكار اللي بتكون على قناتي باخذها منكم أنتم من تعليقاتكم أنتم، صوب تعليقات عندكم اكتبوا لي أي فكرة حابين أحكي أنا عنها. ولا تنسوا تشوفوا اخر فيديوين بالقناة هدول هن، واذا مش مشتركين بالقناة اشتركوا. انا نور بحبكم، خيرات الله، وبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.